أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر فين وحوك باللابن يا آيات بقول سقاشن يا سقالات أو كمية سورة آل عمران وأن سوف قهرنا عشر فين بقول يا طبانات أنه قد أحجرنا سورة دي سد هذا القرآن كمية هاي الله سبحانه وتعالى نغصى ورمي قالت أن رشا أدوك يكونوا لهين يسيء نرشا سؤوك يمد رمتاي دفك مؤمنين تاهو إلهي يتعب صدنا وحي إليهين إلهي كيس يكونوا وما عند الله خير للأبهار والإلهي waa ilaahay asiis aado sabab ah ayaa dadka afaarta oo baahiyalka oo ilaahay ka cabsado mutaqiinta kaas ayaa u khayr badan oo wuxuu uga khayr badan yahay mataa dunida. Marka haddaan ilaahay wuxuuna leeyahay wayna min ahli kitaab kitaabka ahlkiisa waxaa kamida laman diin yu'minu billaahi allah rumaynaayo iyo wamaa fii unzila ladejiyey ilaykum idinka laydiisoo dejiya muminaha oo qur-aankaasa iyo wamaa fii unzila ladejiyey إليهم أي أهل الكتاب كالود جيه توريد إنجيلة خاشعين حالهم وخشوع آية لله إلهي خشوع آية لا يشترون من الشري سنيان وما بدل قابنيان بآيات الله إلهي آيات كيسة ثمنا بأس قليلا أغير أولئك قوى صور إلهي لهم حاصوا ما لأجرهم أجر كودة عند هبهم هبهم أستيسة إن الله ألنا سريع الحساب حساب كيسة له دبك بدين هيوية waxa way waxay aayadaana soo nusulkeedu ahay waxa la sheegay maalintii oo ninkii boqorka ahaayo oo xabasho oo najaashi la dhihi jiray oo dhintay asxama magaciisa la dhihi jiray macnuhuna waxa weeye xagga carabiga cabiyatullaahi laga wadaa waxa weeye ninkaas waa islaama la yidhi laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam uusan arag raciyadiisina islaamkay galeen sida badan ayagoo ku raacaya سيد جبريل أيها النبي أمي عليه الصلاة والسلام مركز جيريد النجاشي أشياء وهو أخبري إما رتيا بدكي أو كذا شيء أي لسو جهي سيهين أو جناسديس أي مدينة أصوى ودان ثم رتيا لويد كذو نبي عليه الصلاة والسلام يا أصحاب تيس أيها بحي وروك السحارة يبحين إنك سوى هذا وهوي أي أرمت أصدى أي أيوة مدينة سينان وميت كيس سوى قادان يخبين لكن هذا مدعي عنه وهاوي وحاه وخبر وكسو جاري النبي عليه الصلاة والسلام صوم بحاه كده كان عيان أما سوى في ما رتيا إسكو جارين مركز سي إسكو جوجين مركز وهاي ولا صوم بحاه نو كبرنا كهاي أيوة دونا إني كده كذان مركز سار رسول فينا عليه الصلاة والسلام أصحاب تيسو وهاي صوم بحاه نو كفحارة هي مادين النبي عليه الصلاة والسلام هو لو في ذلك ولو كشفي مركز سونا بكده كذا عليه الصلاة والسلام أصحي أصحاب تيسو مركز دكاش لما يين جراسي كدو كذيني منافقين تبا وحي الهدين وفي شيء الهدين إن كان محمد من أعلج أو حبشية أو نسرانية هو وين يسأصر على روح كدو كنايا من أمارة عجمية أو حبشية أو نسرانية وديدنا نسارة هيسا هو وين يسأصر على روح كدو كنايا دين كيسا ما هيسا قايدة أنا مكسود وعسى اللي هاي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصه منافقين تولي قدو وحبي شيئا وحيابا انجرين ايه خرافات ايه شيغان وحيابا انجرين ومركا سياسو ايه حتى ايه عسجين ايان ميل اه وحبا كجرين او ايه كمتا قبيل كي اوحاس ايه كمدهين ايه بطك ايه مركا سياسو ايه حتى مدب قميسة ايه خصم ايان
أمن يتفرع في السماية إلهي مركة وحود هاي وإن من أهل الكتاب كتاب أهل كيسة وحا كمده لمن دول يؤمن بالله اللهم إناي عكمية الوقت من كلام إجراء عبد الله بن السلام يا أصحاب كيس إيا نجاشي جنب نجاشي جنب هذا تاريخ دير إسكالية لكن مركة لم تودونه إيا وما في أنزل لسيد الجي إليكم إليك لسيد الجي مؤمنين وقران كاسة إيا وما في أنزل لسيد إليهم أيضا لسيد الجي توريد إنجيل خاشعين حالهم وخشوعي وتواضعي لله إله سبحانه وتعالى وخشوعي هذا الله يشترون ما الشرع يصنعيان ومبدل قادنيان بآياتنا إليه آيات كيسة آيات أي أكتو ليالو توريد إنجيل كي يالوي ونبي السفديس أي كمتاي ثمانا ليس قليلا أويخ هو أدوية معنى بدل شيء وحوي إنه قريان سيد قابل أي سمعيان صفات النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أبقى يما لحتنا وضع إليه كتبت أولئك قوة صور إله اللهم حاصلنا لأجل مجل كود أجر بإسك الله أعماش ويدبال وصوى بنا عند ربهم هب ويد أسيس وقل لدي إله أولهي سورة الغصص دي له يوكتدوا ناهي أولئك يؤتون أجر مرتين بما صبروا فوجل يدوي هذا لا إله هنا إن الله الله سريع الحساب حساب كيس أليه ددك بناه وإلهي سيد الدوع يخلق وفق إسامي ما لم تقيام الله يسوته ما لم علم الدنيا كمودة مش كذا أو كلانتون قدرها يا الوح حسابي وهي مارتيا لا يصوب بالله وما رفيا أبونا آدم إلى قيام الله فقمت هذا لا يهوه سبحانه وتعالى يا أيها الذين دير كامنوه ما ينو اصبروا صبره الإلهي صبر ذاتك مؤمنين تاهو طاعاتك صبر مصائبتك صبر معاصيك صبر إلهي وحو نفر يا إلا أن دفع بلينا عنه نقنو لبعاتنا مر والبعي سندفت الدين إيدي مرك إلهي سوربة المرك وكسو عديي جهاد تفضل وإسكال هاي وحبة ناس ودى الجهاد وصورنا هي مركز معروف لا يصور مكر لا يسكر يا أبو هو صورة إلهي إنه وصور شيئا هي وحي عبطة لانتوت هو أحكام وياوينة وحال وختمة يا وحفا إيدينا يا أرمها هذا الصورة على وصور شيئا إن لا إلاليه إن لا إلالي أمارت يا فائدين يا مركز صورة إلهي سبحانه وتعالى يا أيها الذين دولك أمنوه ما ينو اصبروا صبروا الالهي صبرك وحوي باعاتك لو صبروا مصائبك لو صبروا معاصيك لو صبروا صبرك هذا صدع الاسوي صبر على الضاعه وعلى المصيبه وعن المعصيه وي يا ايها الذين تلك امرهم اينا اصبروا صبروا الالهي وصابروا لا صبر كما صابروا الكفار وي فلا يكونوا اشد صبرا منكم يا انسان اذا كسبت فتوك بدني وصابروا صيغة المفاعلة لإلهي وصابروا لا صبرتموا لإلهي حيلا قالوا وين رد قال ميان وين دبيان وحال الرواء مركاسي إن لا صبرتموا يسنك أطور بذن هدو يسوي دقالك وخصب رأي إذا تسيد دخلتا ليبهن إلا ذو مؤمنات هاي ورهاد يبين نقالة لإلهي سبحانه وتعالى الجهاد كان يكون نقالة هو واحد إلى هذا مرابط السمائية ورهاد يبين نقالة لإلهي أصل مرابط وحوية إما رتيا لبقى لقوا مركز دودا وأفرك مركلون وذالي فرد هذا مركز إيشيرة أو مدر الفرس كيشيرة لبقى أو مركز وحوي الضب أكاد هاي سمر دجال أي مركز إيه دجال إديار جروبا لكن ولا واسع يو وحال غي لا لي قف كصوم مقيمة أو مال دجال أو مرتيا وديته هيسة مال مركز عيل فسوق جلا أيام مرابدني ده هذا مركز سود إله سبحانه وتعالى وصابروا لا صبر ثم ورهاب بدون نجاد وإلهي جاك يكون نجاد مرابطون ساسوا يو هذا هو ماشي وكسو قرأيو إلا هو أرجي يوي واتقوا الله الله كعب صلوا الإلهي أحواشينا دمانتين إلهي وعب صلوا أحوالا وحاكم الإلهي مرد لقع صلوا الله خبه مركي وحوي برواق الوجر الله لقع صلوا الله خبه مركي شدال الوجر إلهي لقب قال الله خبه مركي حالة عسل الوجر إلا لقب قال الله خبه إلهي سبحانه وتعالى حالة يسر مركي الوجر إن إلهي سبحانه وتعالى لقبقى يا الدنيا مركي العافي ما أطلبه وإن الله لقبقى مركي وحوي للجثية وإلهي إن لقبقى سبحانه وتعالى حالك تستقفك وإن أحب يسا أقبقى واتقوا الله الله كعب صدو الإلهي لعلكم محمد ملنتين ومقى حقيقة داتات يشان تفلح هنا اللي بنيسان هدير داعاتك الوصف رو مع سيدة لقصب مارك يا هدير داعاتك الوصف رو مصائبك الوصف رو معاصي الله قصبره ما رتيا جالد الله صبرتمو
maaragtay jihadka lagu nagaado ilaahay laga baqo waxaa xaqiiqo noqonaya markaas liibaan in la helaayo markaas ka bacdi wuxuu ilaahay lacalla kuma aad mudantihiin markaas tuflixuuna inaad liibaantaan janno aad ku liibaantaan naarta aad markaas ka kortaan inta la doonayna waaba intaasba tarajiga hadda qur-aanka ku jira bimanzilati taxqiiq waaye walfalaax weeye bimanzilati taxqiiq waaye hadhi ilaahay falaaxuna waxa weeye walfawz wadufru weeye waa liibaan iyo guul in la gaaro weeye waxaa asar soo aroortay qofka akhriya suuratu aal cimraan ilaahay wuxuu siinaya aayad kasoo ka mida ammaan inay ammaan uga noqoto buundada jahannamo jisri jahannama taasoo qur-aanka ilahay ba wala falaa'il uu yahay waxa weeye markaasi wax badan ayaa markaa suuraddaanu faa'iidaha iska leedahay bismi illahi raxmaan raxiim suuratu nisaa'i haweenka suuradda lagu magacaabay madaniyatu madiinay kusoo degtay waayaatu aayadaaduna mi'atun wa khamsun wa sabcuuna aayatan boqol iyo todobaatan iyo shan aayadood weeye ama boqol todobaatan iyo lix todobaatan iyo todoba intaas waa la yidhaahdaa waxay noqonaysaa saddex kun iyo afar boqol iyo siddeetan kelimaa la yidhi suuraddaa waxay noqonaysaa toban iyo afar kun iyo shan boqol iyo labaatan xaraf ayay noqonaysaa la yidhi suuraddaa suuradda aynu meeshaan ka gelayno waa suuradda afaraadoo qur-aanka ka mida waxaana la yidhaha suuraddan suuratu nisaa suuradihii markaas waxay ka mid tahay mudawalaadka ahay oo dheedheer ay ka mid tahay suuraddaa marka waxa weeye waa suurad madaniya dhammaanteedaa madaniyahaa layidhi inkastoo suuradda bilowgeeda loo malay karo yaa ayuha annaasu mahadii la leeyahay aalumarkay kusoo degta la leeyahay maxaa yaele qaacido waxaa jirta aheeday markii qur-aanka yidhi yaa ayuha annaasu waxay khidaab u tahay qaacido ahaa jiri jirtay reer mako meeshii la yidhahda yaa ayuha aladiina aamanuune waxay khidaab u aheedaa layidhi maaragtay ahlulmadiina marka hadda waxaa ilaahay kula khidaabaya dadka mukallafiinta ah cumuuman ayay tahay caam tahay rag iyo haweenba weeye jinni iyo insi kulligood weeye marka aayaddan marka waxa weeye adda suuradda tani sida hadda insha allahu tacaala uu tegi doono mar haddii suuraddan ay tahay suurad madaniya waxay ka warramaysaa tashriicaaday ka warramaysaa axkaam la jidaynaayo ayay ka warramaysaa suuraddan waxay u badnaan doontaa axkaam gaar ahaan axkaamu lusra sida haweenka haweenka ay usii daran tahay maxaa yeele suuraddiiba waxaa la yidhi suuratu nisa ayaa la yidhi axkaamu lusra ay ka warramaysaa waxay ka warramaysaa suuradda tanu aayaatu lfaraa'il ay ka warramaysaa aayihii faraa'ilka ayay ka warramaysaa suuradda tanu waxa weeye waxyaabo badan maaragtayaa waxay ka warramaysaa muxaramaadkii ka warramaysaa waxyaabo aan markaasi badan aan lasoo koobi badan ay ka hadlaysaa suuraddaanu oo markaasi axkaamti markaasi waxa weeye mafiqhiga islaamka maaragtay uu ku badan yahay si aada iyo aada suuraddan waxay markaasi u edbinaysaa ama ay maaragtayaa u dhisaysaa haweenka ay maaragtay si aada iyo aada u dhisaysaa weliba waxay culimadu yidhaahdaan haweenka markaasi maqaamka weyn oo ilaahay aftiisa islaamka ay ku leeyihiin waxaa ka midaba in ilaahay subxaanahu watacaala sharaf uu u yeelay waxaa ka mid a in ayaga suurad lagu magac dhigay oo suuraddii magaceedii markaa suuratu nisaa la yidhi oo haweenka suurada suuradoodii la dhah hadda suuraddeeda suuratu rijaal ma jirto qur-aanka kuma jirto laakiin haweeye suuratu nisaa ayaa ku jirta haweenka marka waxaa loo baahan yahay haweenka muslimaadka waxaa loo baahan yahay inay aada iyo aada u dhegaystaan oy akhlaaqaadkooda akhlaaqiyaadkooda inay suuradda tan ay ka qaataan suuraddan wax badan ayay markaasi haweenka si gaara akhlaaqdooda u dhisaysaa marka mar haddii ayaga suuraddiba lagu magacaabay wax badan inay ka hadlayso amuurahooda ku tacalluqaaya saasaa lagu ogaanayaa markaasaa waxa weeye loo baahan yahay inay axkaamta ku jirta suuradda tan haweenku ay ka faa'idaystaan bismi illahi raxmaan raxiim yaa ayuha annaasu dadi haboo ayuu ilaahay ittaquu rabbakum rabbigiina ka cabsada ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuha annaasu dadi haboow ittaquu rabbakum rabbigiina ka cabsada dadka waxaa ilaahay subxaanahu watacaala oo uu yeelayaa inay alla ka baqaan qofkaan ilaahay ka cabsanin waxaa markaasi ku imaanaya ciqaab ayaa ku dhacaaya qofku hadduu alla ka cabsadane ilaahay subxaanahu watacaala ciqaabkiisa ayuu ka korayaa ittaquu rabbakumna waxa weeye ilaahay ciqaabkiisa ka dhowrsada oo ilaahay adeeca weeye qofkii alla adeeca ayaa ciqaabka ilaahay ka dhowrsanaya markaasuu dhahay ilaahay ittaquu rabbakum in tasiluu awaamirahu waistanibuu nawaahiisi taquda haddii lasoo gaabsho waxa weeye
إلهي وهو إن فراي فرتوما وهو الله إن فره وأنا سهر ساس إسلام فوق حسلا يا وحنا لقيا بهاي قف كمسلم كهو عاصبة إلى الشرف يا سبع وصلوا هو مركز أعظم المنهيات تسال إيه كاي ساليد إيمان هو غن وصلوا إيمان هو مركز يسون أعظم المأمورات أو حلا يسفر وح أولى لكنه حال الليل هاي تقوى ده وحال التقوى عامة أياليدة تقوى ده سوكا تقوى عامة ليدة تقوى حاجة تقوى تقوى خاصة ليدة وعوية أيضا تقوى الخواص اجتناب المنهيات جميعا ويه إلهي ريبا لما أنتوا تقول لغا ليراب وها إلهي فرع لما أنتوا تقول لفرطوم تقوى بشرك مركاسي انت يأوديد ايت تقوى ليدة تقوى خواص الخواص هاجست خواص الخواص وعوية تعالى إلهي إن مارك يلو مشغوله ومركز وحكى لبقى لو مشغول حتى شيء مباح بقى الله كده واسكبنان لكن علماء وحيرا دين آيات تنو مراتب تاس او تقوى اسكاليه هو سبح ذا ايه بكل مبيس هالي مركز الله هو نهي يا ايها الناس ضدي هبو اتقوا ربكم ربينا كعفصد الذي ربي سوى خلقكم اذن ابوري من نفس النفحة جيدة اذن كابوري نفس تاسو واحدة او كالجيدة وخلق ابوري منها نفس حجازني زوجها زوج كيد كابوري وبس تلقيي منهم الله وضعت نفس إيه زوج كيد رجالا هك كثيرا أوفر ربضا إيه ونسانها وينفر ربضا واتقوا الله الله كعب سدى الذي الله أصوه تسألون بها اسكو سؤال نيسان بهدين والأرحام قرابة الزينتين أنا كعب سدى ولا يسدى وسدى إن الله الله كان هو هذا عليكم فرتينا فقيه ومد إذن إلى أننا عملتين إلى أننا وإن تجاسنا ذي بحور سبحانه وتعالى ضد أبوه هبدينا كعفصد ربك أصوه نفس كالي جيدنا كأبوري نفس كالي جيدا وحوي وأبونا آدم وهي وإلهي أستغنى وأبوه كأبور سان أبدا صومر من نفس واحدة إلى نفس كالي جيدنا كأبوري وخلق أبوري هدنا منها نفس حقيقة وآدم زوجها زوج كيدي كأبوري زوجها زوج منك نوالي نعك نوالي حوائي الله قوة وبيت وحال غاب وري فيه يسس طب بنحنا متكملة أيها حوالا غاب وري سان هذا ما يرنع عن خصوم مرني سورة بغاري عن خصوم ما كي وحال شيء غي يهرد قبطي أسوء أرنت أسفهمين أيها حوالا غاب وري مركا سوء هو أرخي أيها أكتي سجيفت وزوء نسو كسوء براروي أو أرخي وهو إنشالي وهو دواء مركا سيقانت إنه أتاكتو مركا سوء مرأيته أكتي سجوك آدمو إلى ما سير سبحينيس مركزو حوله وام حيمه سير مركزو إلى دو السلينيس النبي محمد عليه الصلاة والسلام رواد حتى وهي قبت سيد حجار آتوبية وانجار إيها أخو علم له طيب مركزو حاكسو بعدين لقبت حديث إشارة لإشارة النبي عليه الصلاة والسلام إن واسد أويها وحكا سوء موجودة حتى أبيه آدم الله خير يارين هدينا سلام بل إلى حاو هدين لقى أبو ريفيرت آدم أولادي سوى راشود مو هو وصيص مكين يسو وصو مركز كين ميسو أنه يحل لمن يخلق منها تزوج بها في شرعه على الليه مرهد دي وحاوي مخلوق واهي ذا الليه في تيسة بذيحة في رهيسة بذيحة متكمل والاق أبو ري وعلى الليه والاق أبو ري ساسو على الليه لا تعرفت أسو كين ميسو المركز وحاوي حاو أولاديس مركز وحاوي أي ولا الله أولاديس أيضا وقدري ويريد ذوي هو يضوي ساسا الليه مرك هذا تفرع أي كسو فرعنتي حو أي كسو فرعنتي آدم سيد ولدك والي فيس وصو فرعمو كلمها أيضو عيو الدوانتي أيضو حي النبات كسو أش عمل إيه ذالي سيد وحوي تمرت أي وصو على تلفت أي وصو على مرك ما الله حكمنا أيضو إلي بنت أي آدم أي وايه لنا به ما يمرتاس هو أخت أولادي بل هي أمهم ويهيضوي ربي حيسو خلافين أمورك حو كماذا خارج كيرا ميوها بكبرنان كميوها جماعة ولماذا كميوها سيدة هذين ابن عباس هو ده يا جماعة لانتو كماذا داخل كيرا ميوها إن ايش يتلد فوق وكان يحريبا يا مجره هاي هدية ممنوعة وحاوي مركي جماذا لك قال بعد يدير ويوم القيام ليه جماذا صاد مركي ما هي جماذا كان هذا قيام اللي قيلا مثل هو جماذا كلا فسيدة لفت كيرا خلاف بضانا كجي مثل سيقل القليل إلهي يحوري سبحانه وتعالى الذي ربي ذا سوى خلقكم إذن أبوري من نفس النفس حق إذن كأبور واحدة أوقليه وخلق أبوري هذا منها نفس حق زوجها زوج كيدي كأبوري وبس كالجيه فرق ونشروي منهما الله بضع حقوه آدمي حووي رجالا هك كثيرا أوفر ربضا
iyo nisaana way fara badan waa caalamka ku nool oo tirada aan lahayn waxa weeye xawaye aadamay ka yimaadeen wataqullaha alla ka cabsada uu dhiilay alladii allaha soo tasaayuna biha isku su'aalaysa allaha aad isku su'aalatiinne allahaas ka baqa su'aashu maxay tahay markaas qofa qof wuxuu leeyahay asaluka billah ilaahan kugu su'aasha ilaahan kugu dhaariyey waxaas ii yeel waxaas isii uu dhahaya markaasuu dhahay ilaahay alladii tasaayuna biha isku su'aalaysi wal arxaama soo qadi markaa wataqul arxaama qaraabadana ka baqa oo qaraabada waxa weeye ha goyn u dhahay ilaahay subxaana watacaala oo qaraabada markii xuquuqda ilaahay laysu sheegay kabacdi ayaa qaraabadii laga hadlay maxaa yeele qaraabada xiriirinteedu waa wax aadi aad weyn oo shareecadeenna ku weyn wataquu qad al arxaam yaa laga wadaa qaraabada goynteeda ka dhowsada maxaa yeele nabigeena wuxuu dhahay xadiis arraximu mucallaqatun bilcarshi raximtu waxay ku xidhan tahay carshiga waxayna leedahay man wasalanii wasalahu llah qofkii ixariisho allaha xariisho waman qadacanii qadacahu llah qofkii ugooyna allaha gooyi marka hadda qaraabada xiriirinteedu waxay isku khilaafaysaa hadba dadku say kala yihiin dadka waxaa jira qof qanihoo xoolahays qof faqiirana waa ku jiraa qofka qaniga waxaa laga rabaa inuu maalkiisa wax ka hariisho dadka hadiyeyn iyo wax uu siiyo iyo hadal jilacsan inuu siiyo faqiirkana waxaa laga doonayaa hadal jilacsan iyo inuu maaragtay u socdo meeshay jawaabku soo siyaarto mucaamalo wanaagsan uu la sameeyo ayaa la fiirinayaa qaraabadu haddana waxaa la yidhi bayn alaxyaai waalamwaati kuwa dhintay iyo kuwa nool markaasi waxa weeye farqi ma kala laha oo kuwii dhintay waa loo ducaynayaa waana la ziyaaranayaa kuwii markaasi waxa weeye noolna waa la xiriirinayaa waana loo ducaynayaa walarxaama un ilaahay qaraabada goynteedana ka dhowrsadoun ilaahay in allaha alla kaana wuxuu ahaaday calaykum korkiina raqiiban mid idin ilaalinaya ilaahay subxaanahu watacaala acmaashiina ayuu ilaalinayaa waana idinku jaasinayaa weeye in allaha alla un ilaahay subxaanahu watacaala kaana wuxuu ahaaday calaykum korkiina raqiiban mid dhowraaya ayuu ahaaday ilaahay subxaanahu watacaala waa idin ilaalinayaa marka alla ka maqa subxaanahu watacaala kuna dadaala silatu raximkana ku dadaala marka annagoo hadda soo gaarnay suuraddii afaraad oo qur-aanka mida bilowgeedina joogna hadda waxa weeye casharkeen intaasuu noogu egyahay wallaahi subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu